للحديث أكثر عن أوضاع النازحين عفوا والمبعدين قسرا في العراق، ينضم إلينا السيد علي القيسي، رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق، عبر الهاتف من برلين. أستاذ علي، مرحبا بك. النازحون والمهجرون ملف لا تجرؤ حكومة الكاظمي على حسمه إلى الآن، لماذا من وجهة نظرك؟ تحية لكم ولمستمعينكم ومشاهديكم الكرام في كل العالم. القضية ليست قضية لا تجرؤ بل لا تريد، لأن هذه الحكومة ولدت من رحم الأحزاب والميليشيات التي تقتل وتهجر. والآن يعني الآن ما يجري مرحلة جديدة من عملية التهجير والإخفاء القسري بسبب تجهيز الانتخابات. هذه الحكومة جزء من المشكلة وليست جزء من الحل، مع العلم أنه ما يسمى برئيس الحكومة من ضمن تعهداته التي أطلقها الكثيرة من ضمنها وعلى يعني على رأسها هي إعادة النازحين إلى مدنهم. الآن تجري عملية نزوح جديدة بسبب الانتخابات، عمليات اعتقال، عمليات ترهيب، عمليات استيلاء على يعني عندك الأحياء الصناعية في الموصل والأنبار وصلاح الدين، هذه كلها استولت عليها الميليشيات والآن تأتي بأيدي عاملة من مناطق أخرى لتعمل بها. وهناك يعني في الموصل لدينا ملف كامل في الموصل عن يعني من بلدية الموصل عن استيلاء الميليشيات على أراضي ومساكن مهجرين، يعني يتم الاستيلاء عليها ويتم الحصول على قطع أراضي مملوكة لأشخاص، يعني أراضي زراعية وأراضي سكنية وعقارات مملوكة لأشخاص يتم تحويلها بهذه الأسماء. القضية بالنسبة للحكومة ليست لا تجرؤ بل لا تريد، لأنها حكومة ولدت من رحم ومن يعني من إنتاج هذه الأحزاب والميليشيات التي تقتل وتهجر وتهجر قسرا. نعم. لو أخذنا مثلا جرف الصخر كمثال، التقارير الصحفية تقول وجود ميليشيا حزب الله في جرف الصخر يمنع أي جهة من الدخول إلى الناحية، ولكن ماذا عن باقي المحافظات التي تم تهجير سكانها الأصليين منها؟ ما يجري في جرف الصخر الآن بدأ ينطبق على كل المناطق. لدينا مناطق في محافظة صلاح الدين خصوصا وديالة وغيرها من المناطق، خاصة ديالة وصلاح الدين. تصور يا أخي أن وزير الداخلية السابق حين دخل إلى منطقة جرف الصخر تم اعتقاله لمدة يعني 6 ساعات، ومصادرة الهواتف النقالة منه ومن حمايته، ومصادرة أسلحته وعدد من سيارات الموكب اللي كان بيها، وتم طرده بأسلوب مهين. هذه الميليشيات هي التي هذه دولة الميليشيات وميليشيات الدولة، هذه وصلت الأمور بالعراق إلى هذا إلى ما وصلت إلى الآن. وما يخص مدينة جرف الصخر، العداء لها قديم، يعني منذ زمن المالكي. قد لا يعلم الكثير أن في أيام الهدوء كانت يعني منطقة جرف الصخر والمناطق المحيطة بها، مناطق الجنابيين، كانت منطقة هادئة. المالك استخدم طائرات، اشترى طائرات من روسيا، وتم تجربتها قصفها بهذه المناطق. هذه العداء لجرف الصخر من طارف وتليد. ما هو هدف الميليشيات من استمرار إبعاد النازحين عن مدنهم وقراهم؟ يعني 4 سنوات مرت على انتهاء العمليات العسكرية، وذكرت أن الحكومة لا تريد وليس لا تجرؤ، هي لا تريد إرجاع النازحين لأنها عائدة لهذه الميليشيات أو عائدة إلى الأطراف التي تتحكم بهذه الميليشيات. ولكن لو حددنا الأهداف من سلب الأراضي وسلب البيوت والمنازل والممتلكات ومنع عودة النازحين إلى مناطقهم، ما هي هذه الأهداف من وجهة نظرك؟ أولا التغيير الديمغرافي، ثانيا المكاتب الاقتصادية، ما تسمى بالمكاتب الاقتصادية لهذه الميليشيات الآن تجني المليارات، مليارات الدنانير يوميا من هذه المناطق.
من خلال البيع والشراء والاستيلاء والمصادرة والاستخدام، حتى يعني هناك معامل الآن في الحي الصناعي في الموصل، معامل الآن يتم تشغيلها على أيدي الميليشيات. أولا التغيير الديموغرافي، ثانيا المكاتب الاقتصادية ونهب ثروات هذه المحافظات، ثالثا المرحلة الخطيرة الآن اللي تمر هي مرحلة الانتخابات. لا يريدون أن يوجدوا، رغم أنه دائما الانتخابات مسيسة وتأتي بناس لا يمثلون إلا أنفسهم، لكن رغم ذلك يحاولون من الآن الإعداد للعبدة. تصور يا أخي أن منظمة بدر والتيار الصدري لديهم قوائم ويريدون إيجاد ناخبين في محافظة صلاح الدين وديالة والموصل والأنبار التي دمروها هم بأيديهم. طيب أستاذ علي، يعني كيف ينظر القانون الدولي الإنساني لهذه الجرائم؟ يعني ألا تشكل هذه الإجراءات أو عمليات التغيير الديموغرافي وتهجير المواطنين من مناطقهم طوال 4 سنوات وأكثر وإلى الآن لم يسمح بعودتهم، القانون الدولي الإنساني كيف ينظر إلى هذه الجرائم والانتهاكات الإنسانية؟ من خلال تواصلنا ويا المنظمات الدولية ويا الأمم المتحدة يعني الأقسام والهيئات الخاصة بها بقضايا النازحين والمهجرين، للأسف يعني ما جرى الآن في سوريا ينطبق على العراق. الآن يريدون أن يعقدون مؤتمر حول النازحين والمهجرين في سوريا في دمشق بالتنسيق مع النظام السوري، وهذه الكارثة. وكذلك الأمر في العراق، المنظمات الدولية تقول نحن نريد العمل من خلال الحكومة العراقية، ونقول لهم بأن الحكومة العراقية جزء من المشكلة وليس جزء من الحل، وهذا يعني هكذا يبقى الأمر. الوضع يعني نحن نتحدث عن 10 ملايين نازح داخل وخارج العراق، يعني النزوح داخل العراق، النازحين داخل العراق يفوق عددهم 4 ملايين الآن، يعني ليست أرقام قليلة، هذه حقيقة يجب أن يعرفها كل العالم. المنظمات الدولية الآن يعني عليها أن تقف موقف وأن تستمع لنا. شكرا جزيلا لك أستاذ علي القيسي، رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق، كنت معنا عبر الهاتف من برلين.